معنا دلوقتي على التليفون سيادة اللواء بحري أركان حرب محفوظ مرزوق، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس سابقا. سيادة اللواء، تحياتي لحضرتك في البداية. قدم. لو احنا بنتكلم على الجزء الثاني من الاجتماعات اللي تمت النهارده مع سياده الرئيس، والحقيقه اللي خاصه بالموقف التنفيذي للمشروعات الخاصه بوزاره النقل، خاصه فيما يتعلق بمنظومه الموانئ وخدمات النقل البحري، لو بنتكلم على اهميه الخطوه دي بشكل كبير بالنسبه لمصر، ومحتاجه ايه من خطوات تانية وتحديات ممكن تقابلها مصر في الفتره دي؟ تمام. أولا أنا بشكر حضرتك على الاستضافة، وخليني الأول أهني الشعب المصري كله. ده حاجة الحقيقة يعني تحققت من حوالي شهر، وأنا بعتبرها يعني إنجاز كبير جدا يجب أن يأخذ يعني موضعه المقدر يعني قدام الرأي العام. وأقصد بكده المحطة متعددة الأغراض اللي بتنشأ حاليا في ميناء اسكندريه. انا مش هتكلم على انها هتخلص ان شاء الله في سنه 22، وانها خلال سنتين، وكان معالي الوزير امبارح، وده في حد ذاته. انا مش هتكلم على السرعه، انا هتكلم على النجاح بتاع وزاره النقل في عمل مذكره تفاهم مع اكبر واحده من اكبر الخطوط الملاحيه اللي هي سي ام اي سي جي ام. احنا ما عملناش حاجه، خلي بال حضرتك، من 2005 خلاص عملت هذا التعاقد، بحيث ان قبل المحطه ما تخلص، مش نعمل الارصفه ونبقى واقفين مستنيين لسه بنعرضها، لا، ده قبل المحطه ما تخلص جالي المشغل بتاعها، فعمل يعني هذا الاتفاق وجاري عقد كان اداره وصيانه وتشغيل واعاده ترتيب هذه المحطه. ده في حد ذاته انجاز كبير جدا لو حطيتي حضرتك في الاعتبار ان في حاله اصلا في النقل البحري من ضمن افرع الاقتصاد اسمها عدم اليقين، انسرتينتي، يعني عدم اليقين. اولا مفيش حد قادر يتنبا بحجم السوق بالضبط، الاستهلاك قل والصناعه قلت وانماط الاستهلاك قلت، حتى شكل سلسله التوريد اصبح الناس النهارده بيقولوا لا احنا مش هنعتمد على منطقه صناعيه، مصانع العالم اللي موجوده في الصين وكوريا الجنوبيه، ونرجع ننقل الكلام ده كله الى لا، ده احنا هنعتمد على قوة على مناطق تصنيع ومناطق استهلاك اقليميه، يعني ممكن نجيب حاجتي من ايطاليا وايطاليا نجيب حاجتها من مصر، وممكن من تركيا والعكس. حاله عدم اليقين دي مش مخليه حد حضرتك يخش في استثمار جديد. كون ان وزاره النقل نجحت في هذا يبقى اصلا ده نجاح كبير، ويبقى احنا فعلا اون ذا رايت تراك، احنا على الخط الصحيح بالضبط. طيب، فكره توجيه الرئيس بتطوير الموانئ في مصر ومنظومه النقل البحري تحديدا. انا بقول لحضرتك بالضبط، هو دلوقتي هو بينفذ اصلا، يعني السيد الرئيس اصلا ماشي على المخطط الاستراتيجي بتاع 2030. زي مثلا اللي واخد دلوقتي حضرتك يعني فوكس جامد، هنقول مثلا الموضوع الخاص بان مصر تبقى هب للطاقه، خلاص؟ لا، ده كمان الهب في المواني ده بدا من سنه 2018، وتسارعت خطاه خلال السنتين اللي فاتوا دول، يعني 19 و20. المكاسب من يعني من المنتظر في هذا المشروع ايه يا ست اللواء؟ يعني ايه اللي منتظر من هذا الامر؟ انا حضرتك بصي، الارقام خير دليل. يعني اولا هنا هيبقى عندك ساعات تسمح بتداول 18 مليون طن بضاعه زياده. هتقولي لي الله، طب انا هجيب منين اصلا؟ احنا دلوقتي مواني مصر كلها بتعمل 160 مليون. لاحظي بقى حضرتك ان النهارده عشان ينفذ ويقول انا عايز مثلا يعني خلاص بالنسبه للمنطقه مش على البحر المتوسط، هو البحر المتوسط بحاجه واحده؟ لا، ده هيحصل بعد كده. انت عندك الادرياتيك، يعني ده احد افرع المتوسط، في ايه؟ في البانيا وكرواتيا ومونتينيجرو وسلوفانيا، الله. وبعدين عندك البحر الاسود، في بلغاريا وجورجيا ورومانيا وروسيا وتركيا، كل دي بضاعتهم، واوكرانيا. عندك اقليم الشام، عندك قبرص ومصر واسرائيل ولبنان وسوريا. عندك بقى ايه؟ غرب اوروبا،
عندك اسبانيا وعندك فرنسا، في شغل، في شغل. احنا نقدر ناخد شغل بايه؟ خدمه متميزه واسعار اقل. ما ادهاش لحد بره، لا اسعار اقل. اول مره احنا اللي بندير اصلا، يعني احنا اصلا يعني اصلا هي شركه مساهمه مصريه دخلت وجابت عنصر اداره معاها، جابت الخط معاها. اللي بيدير هنا مش بنروح نديه كونسيشن لشركه اجنبي ونقعد احنا ناخد 3 دولار و5 دولار في الحاويه، لا يا فندم، لا. ده انا داخل شراكه، انا بنيت البنيه الاساسيه وجنبته الاخطار بتاع الكونستراكشن والكلام. مش كده انا بقول لحضرتك؟ يمكن معلش يعني في نديه يعني. انا منفعل من حجم الانجاز، ان ده خيال اللي انا بقوله لحضرتك ده ما تمش في اجيال قبل كده، مش سنوات، في اجيال قبل كده. طيب هيجي له بضاعه ايه تاني كمان؟ انا ممكن ابقى مدخل فعلا، عشان ده مرتبط بقى بالنقل. النهارده كل المواني اللي حضرتك اللي حوالينا في تركيا وفي اليونان معدلات الشحن والتفريغ قريبين جدا من بعض. الاعماق كلها 17 متر تسمح بتداول. دوائر الدوران هي خلاص تقريبا الرسوم تقريبا. انما هو بيفرق معايا في ايه بقى؟ بيفرق معايا في الكونكتيفيتي. انا نزلت البضاعه اوصلها، هو انا الغرض ان انا اوصل البضاعه مين؟ اسكندريه ولا مين؟ السخنه؟ لا، هي ليها يعني سلسله الامداد، عايز اخش بيها البلد، عايز ابعتها لاحتوار، عايز ابعتها للتشاد مثلا، عاوز ابعتها لشمال السودان من عندي، عاوز اخد حاجات من مينا السخنه واخده بالها واوديها لغايه جرجوب خلاص، وانقلها من هناك اوديها على مونت نيجرو في الادرياتيك مثلا. مش مثلا، هو حقيقه وليها دراسات وليها احصائيات. عايز الفت النظر، معلش اتفضل، الفت النظر لان اللي بيحصل ده سابع عصر. احنا لاول مره يعني مع المتغيرات اللي هي لسه احنا قاريينها، او واحد زي حالاتي انا بدا يقراها في الانكتاب اللي نزل في شهر يناير 2021 بيقول متغيرات النقل البحري. الدوله والحكومه سبقت، الدوله والحكومه سبقت وبدات على هذا الاساس. ربنا يوفقهم يا رب ان شاء الله. سياده اللواء بحري اركان حرب محفوظ مرزوق نائب رئيس الهيئه العامه للمنطقه الاقتصاديه بقناه السويس سابقا، شكرا جدا لحضرتك يا فندم على هذه المداخله، متفهمه جدا انفعال حضرتك عشان يعني تبين للسادة المشاهدين حجم الإنجاز اللي تم على أرض الواقع.